معانا الحاجه ناديه القمر. الله اكبر الله اكبر، اللي انا فرحانه بيها. احنا بقالنا اسبوعين بس، لسه ما كملناش الاسبوع الثالث ما شاء الله. كانت جايه لنا يعني، لسه الدكتور معايا بيقولي احنا مستلمينها وهي جايه لنا على السرير، ما بتتحركش وما بتمشيش، بالضحكه والابتسامه الحلوه بتاعتها دي ما شاء الله. ماشيه اهي. احنا بقالنا كان قد ايه عندنا الجلطه وما بنمشيش؟ لا الجلطه، الجلطه ليها 4 شهور. 4 شهور بقالنا، 4 شهور ما فيش حركه وما فيش مشي ما شاء الله. زي ما احنا شايفين بعد اسبوعين اهو حاجة نادية الجميلة ماشية ازاي. بوريكم من الوش والظهر ما شاء الله، في اسبوعين اتنين وصلنا للنتيجة الحلوة دي. انا مبسوطة بيكي قوي قوي يا حاجة نادية بجد، فرحانة بيكي. لسه ولادها بيقولوا لي احنا كنا عايزين نصور فعلا قبل وبعد. هي كانت جاية ما بتتحركش خالص. يلا لفي بقى عشان الناس تتبسط لما تشوفك. دعواتكم يا جماعة ربنا يكمل لها بالشفاء يا رب يا رب ان شاء الله. انا مبسوطة بيها قوي لان في وقت قليل وصلنا للنتيجة دي، ما كانش فيه مشي وما كانش فيه حركة خالص، كانت جاية لنا يعني ما بتتحركش خالص.